من المقلوبة للمسخن للمنسف للكرشات كله تقيل بتقيل بتقيل. احنا تجاوزنا العشرين من رمضان يا جماعة الخير، الواحد بده اشي خفيف هيك لايت، المعدة زغرت. بعدين صورنا نابلس، جنين، رابط، طول كرم، رام الله. احنا اليوم بالقدس، بس فطورنا في حلب. على العقيد اجتمعنا نحن وسود العيون، نحن وسود العيون، ما ظني مجنون الليلة قد جن بعض جنوني. شو مناسبة حسام جايب لي صباح فخري وجاي عهون وغاني حلبية؟ المناسبة واضحة، احنا في بيت السيدة أم بكر الحلبية. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني أم بكر لما زبطنا هذه الحلقة طلعت روحك وروحنا. أنا الحقيقة لما شفت كل هالبلاوي الزرقاء، اللهم صل على سيدنا محمد، أول شيء نسيت تعبك، قلت معك حق إنه تقولي لا اليوم، يعني اليوم يبيض يسود يسود. نبدأ بالصلاة على النبي. أول شيء نتعرف على هاي الأشياء. أنا بالنسبة لي كله كبة. هاي الكبة المقلوزة. يعني مش عارفة تقعد؟ مش عارفة تقعد، لا لأنه مدعبلة إذا منتبه عليها. مدعبلة ومقلوزة من أولها. وين منحطها هاي بعدين؟ هاي بدنا نحطها هلأ بالكبة اللبنية. رح أعمل الخطوات قدامك. تمام. بس أنا محضرة الزيت حتى نقلي الصاجية. إحنا هلأ بدنا نعدهم. هذه مقلوزة. وين هاي الصاجية؟ المقلوزة. هاي الصاجية. هاي المدعبلة لازم نسقطها بالكبة تمام الصماعية. مقلوزة ومدعبلة، احفظوا احفظوا انتوا. انا شو بدي اسجل لاسجل؟ مقعول مقعولة مقلوزة ومبعبجة مدعبلة مدعبلة. وهاي هاي نحن بنقلها الكبة الدرويش. هون بنابلس كله كبة عندكم. هي الدرويش هاي. ليش درويش؟ احنا درويش مش عارفة مع انه كلها لحمة من برا ومن جوا، ليش مسمينها بس درويش؟ بس انت بريت الهواء قلتي لي مكتفية بحالها بالعجينة. في شوية هبرة وجوا حشوتها لحمة ناعمة زائد. أنا قابل فيها. أنا شو بالدرويش. الكبة بتحب الجوز كتير. الحب الكبة بتحب يعني الكبة زي الزوجة؟ لا الجوز المكسرات بعرف، بس الزوجة بتحب الزوج كتير. مش كلهم، احنا ما لنا مال الحكي، الدنيا رمضان احنا جايين نهدي النفوس. هذه مدحضرة ولا ايش اسمها؟ هاي الكبة المشوية. الله هاي غرام الكل يعني. شو أنا من شوفتها حبيتها. هلا نحن شايلينها من الفريزر. اها. بيشكل عليها طبقة جليد، هي طبقة الجليد كتير بتساعدنا، لازم هيك نغلفها فيها. ايوه. لأنه هلا بدها تروح من بارد كتير لسخن كتير جمر المنقل. الفحم، احنا مولعين الحطب برا وهش ونش واسكت، بتفكروا بس للحم هش ونش. هذا التلج اللي عليها منغلفها فيه مرة تانية مشان ما تتشقق معنا. تمام، شو محشية هي؟ انتبهت لكلمة تتشقق؟ تتشقق، ما بدنا تتشقق يا عمي، لازم تكون بردي كتير بردي. رحنا على اللبناني. أيه. يوب بدنا نرجع على حلب. هاي محشية نعنع يابس. يا بتاع النعنع يا منعنع. ومحشية فلفلة مطحونة حمراء. ومحشية شحمة، حصرا بدها شحمة حتى تنز عليها وتسقيها. تتشقح ونز، سجلوهم هدول. وطبعا لحمة ناعمة. الله أكبر. بصلة ما بدها. بدهاش بصلة؟ لا. وذيس وان أنا شايفها زي الهريسة. هاي هاي الكبة الصينية اللي ما بتصير سفرة في رمضان أو عزيمة ما تكون متربعة على الطاولة. الكبة الصينية كبة هذا في حلب أو في الشام بشكل عام؟ حلب بتتميز عن باقي المحافظات السورية. ممكن بالشام ما يهتموا بالكبة. يهتموا بإشي تاني. صرت حكيتي لي شغلتين، إنه لا ممنوع يفوت رمضان ما يكونش هاي على السفرة، وهاي شو هاي؟ هاي المحمرة. شو؟ بيرتبطوا مع بعض الكباب. أوكي. إذا انوجدت على السفرة لازم تنوجد المحمرة. شو هي المحمرة؟ المحمرة عبارة عن كعك مطحون. أوكي. كعكة أو تنتين طبعاً مش كتير، بصلة صغيرة. أرشلة يعني بنحكي، بس مش حلوة. أرشلة.
ما يكون فيها سكر صح؟ تمام. بصلة صغيرة. تمام. دبس بندورة قليل. بس الدبس الفليفلة كتير. صرت عددتي لأنواع دبس، دبس بندورة ودبس فليفلة ودبس رمان برضو فيها. دبسة اليوم يا إخوان. أوكي. معلقة سكر حتى تختلط الملوحة مع الحموضة، بتعطيها مزة، مزة طيبة. حلو. وهدول زائد هذا الجوز اللي عوشها دليل على أنه جوا مدقوق فيها جوز كتير، مدقوق مطحون. ما رح تشوفه مثل ما انطحن الكعك، انطحن الجوز. تمام. وهدول اللي زي الخبزات. هاي الكبة الصاجية. صاجية. من أنا لما بسمع كلمة صاج يعني شوي ولا لا؟ هو مفروض هيك. لا شوي. بس المشوية. المشوية. تمام. بس صاجية ليش؟ عنا شيء مصنوع من صاج بحلب. نعم هون فيه. نعم. ففيه بتنقلق. تنقلق فيه في مقلى صاج. تمام. ضل عنا هدول اللي أنا نفسي فيها. هاي شايفها زي البرمة تبعت فستق حلبي اللي بيشرحوها. هي الكبة المبرومة. أيوة. ومحشية فستق حلبي. نعم. ولوز. قد ما دللتها بتتحمل يعني زي حبيبي. المبرومة. إحنا أكتر محدش منا مندلل أكتر مليون ما شاء الله عنك يعني. وهاي الكبة اسمها زنود الست. زنود الست. إحنا اللي عنا زنود الست. على وش فستق حلبي. لأنه محشية من جوا حصرا فستق حلبي. حصرا. يعني هذه حصرا زي البرنامج حصرا إلنا. ما هو يا حصرا علي. وهذا شو للشراب؟ بس في نقطة بدي أحكيها. تفضل. نقطتين. الكبة بشكل عام حكيت لك إنه البرغل بفضل الجوز. بس وقت اللي بده يدخل شيء على الفرن ينشوى بالفرن. مش على الجمر. بالفرن. ايه بده يكون فيه فستق. تمام. وبعدين نحن أهل حلب الفستق إلنا يعني. فستق حلبي. نحن حتى بناكله ني للفستق الحلبي. صحيح. فمن كتره بتلاقيه موجود في كل أكلاتنا. بس أنا عندي ثار مع الفستق الحلبي. ليه؟ أول إشي مع إنه بعيش عندكم بالقدس لازم تزرعه. بعرف. لا لا بعرف. أنا لأني جماعة. لازم نحط الصاجية. أنا جماعة المقلقزين. حط الصاجية بكملك القصة. ليش إني ثار مع الفستق الحلبي؟ الصاجية كتير دقفة. فلازم يعني. نتعامل معها بحنية يعني. ما فيش إشي بدون حنية بزبط. لا لا الكبة بشكل. الكبة بشكل عام حساسة بالشغلة أنا يعني بشوفها. شو بدي أكتر من هيك حساسية؟ تعرفت على شجرة فستق حلبي جنب مدرستي وأنا في الابتدائي. في القدس؟ في القدس. نعم في القدس. الله يوصلكم على القدس يا رب كل العرب من الحيط للحيط. ونشوفكم بتصلوا في الأقصى. حلم على فكرة. حلم. أنا رفقاتي وقت العرفوني وحتى أخواتي إنه رحت صليت بالأقصى. تحية على فكرة. تحية من إم بكر لآل العباسي. حبايبي دار العباسي. الله يرضى عليك. وبتمنى ألتقي معاهم في رمضان. كل رمضان. وعن جد عن جد عوضوني عن أهلي. ناس كثير طيبين. بكر احنا كنا أهل. فعلا. شوفي القدس انت جيتيها مرة وحابة تجيها كمان. بحب أقول لك شغلة. أنا كمقدسي ساكن في البلدة القديمة. بيتي بيبعد 30 متر فقط عن الأقصى. بيوت القدس في رمضان تحديدا ممنوع تغلق. الأبواب مفتوحة. أنا بنتظر ضربة المدفع. يعني أهلي أولادي قاعدين ومرتي وأنا بطلع من البيت ساعة ضربة المدفع بطلع على الشارع رايح جاي. إذا في أي أخ من الضفة من غزة من شمال فلسطين من المثلث مش ضايع مدلول تعال افطر وبعدين أنا وياك مندور على اللي ضيع له. هذا الشراب ما هذا؟ أنا فكرته مانجا بعدين رجعت نفسي. الشراب هو عبارة عن عصير برتقان. أول إشي هذا حلبي؟ حلبي. حلبي. الطريقة حلبية. تمام. هو عبارة عن عصير برتقان. خلينا نقول كل لتر بحط له نص لتر سكر. نص الكمية سكر. لتر مي. بنحط عليه نص لتر برتقان. لتر برتقال معصور. معصور. وعليه ليمونة واحدة. وعليه ليمونة واحدة. جايتك بالليمونة. بحفظ الدرس. ونص الكمية سكر. تمام. وهيك منتركه 3 أيام منحرك فيه على البارد. كل ما رحنا وجينا شفنا الطنجرة قدامنا لازم نحرك ليدوب السكر عشان يدوب السكر. تمام. بصير إشي اسمه عقد يعني بجمد شوي. أيوة. بصير طيب. مركز مركز. في رمضان حصران منعمله ومندق البوز. هيني أنا محضرة البوز. مندق البوز. مندقه حتى يصير هيك مثل حبات العدس صغير. منحطه فوق لازم تكون سماكته 2-3 سنتي. أوكي. شفت كان يجي رمضان دايما بالشوب. آه. فتكون اول
وجبة للصائم كاسة عصير برتقان عليه بوز مدقوق. عليه بوز، البوز مدقوق هو تلج مدقوق زي حبات السمسم، بيعمل طبعا. ذكرتيني بالجلاب اللبناني كان يطفو فوق الفستق الحلبي وأنا طالب أنا بجامعة بيروت العربية كنت. دارس طبعا وأنا كنت بحلب. دقيقة بدنا حسام، إذا بنحرق إشي دمك بحرقه، ممنوع الصاجية. لا ما يبقى بالك، هذا الصحن حطي هذا ولا وين بدك نحطه؟ هي هون أنا هون. لا بعد لسه بدك تقلبيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الثانية بعد المجهود الحربي الكبير اللي قامت فيه السيدة الفاضلة مبكر في بيتها العامر، إن شاء الله بضل دائما بصحتكم وعافيتكم بهدات بالكم وبشوفتنا لكل أحبتنا، منقول على هذه الوليمة الكبابية اللي أسميها أنا: اللهم إنا لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا وإليك أنبنا وإليك المصير، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وارفع البلاء والفحشاء عنا يا رب العالمين، إنك على ما تشاء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. تفضلوا.